وفي ذات الصدد أيضا ينضم إلي ضيفي من المنامة أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لأبحاث الشرق الأوسط. سيد أمجد، أهلا بك إلى هذه الجولة. يعني عندما نتحدث عن مسألة الانتخابات لثلثي المجلس الاستشاري الوطني في قطر والتي تم تأجيلها مرارا وتكرارا، برأيك يعني ما أبرز السيناريوهات التي تتوقعها في هذا الصدد؟ هناك مراقبون يرون أنه ربما تتم في خلال 2021، هل هذا ممكن؟ ما هو الممكن؟ أن تتم هذه الانتخابات في خلال 2021 أم أنها ستتعرض لمزيد من التأجيل؟ طبعا لا، طبعا نتحدث عن أكثر من قد تكون هنالك إعادة لاستضافة كأس العالم 2022 في أي وقت وزمان. لا ننسى أولا هنالك عملية مكوث بعض الإرهابيين المطلوبين للعدالة، هنالك أكثر من 52 مطلوبين للعدالة في العالم بما فيها هنالك من مطلوب للولايات المتحدة الأمريكية يمكثون اليوم في قطر. إذا هؤلاء يحددون من سيأتي ويلعب هذه المباريات في كأس 2022. نتحدث عن هنالك اكثر من فتوى للقرضاوي يتواجد، وهذه الفتوى ما تزال الى يومنا هذا موجوده على الانترنت، موجوده على موقعه، يدعو لقتل ومحاربه الاديان الاخرى في المنطقه. وهذه واذا ما طبق احد الارهابيين هذه الفتوى في قطر قد يقوم بقتل عدد كبير من الناس. اذا نحن قد نكون في 2022 امام عمليات إرهابية، لأن النظام القطري لا يسيطر على أمره، ولا يسيطر الأمير تميم إلا على سريره تحديدا، لأن النظام الإيراني تحديدا لديه هنالك إلى يومنا هذا علاقات مع النظام القطري. النظام التركي هو من يسيطر على الأمن تقريبا. بالنسبة للحقوق، في خبر كان النساء يهربن من 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 الدوحة إلى كل العالم يطالبن بحقوقهن. طيب لدينا عائشة القحطاني، لدينا نور، لدينا نور المري. هذه المعطيات سيد أمجد، يعني ألا ترى أن ردود الأفعال من هذه المنظمات ركيكة وغير مجدية في الضغط على النظام؟ نحن أحيانا نحن أمام منظمات حقوقية وفي أكثر الأوقات نحن أمام دكاكين الإنسان، دكاكين حقوق الإنسان تطلب الكثير من المال للكتابة عن قضايا هذين النساء تحديدا وحقوقهن وحقوق العمال كذلك. لذا قطر تدفع لهذه المنظمات وتشتري صمتهن أو تشتري تجاهلهن عن ما يحصل. لا ننسى حقوق العمال، هنالك أكثر من عملية أكثر من 1000 شخص توفوا في قطر بسبب بناء هذه الملاعب. إذن على فوق الجثث والمقابر وانتهاك حقوق الإنسان تبنى هذه الملاعب، بينما الرياضة والكرة كرة القدم المفروض تكون شيء إنساني لطيف، وليس أن تبنى كل هذه البنايات والملاعب فوق المقابر والانتهاكات لحقوق الإنسان. رأينا وسجلنا في المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أكثر من عملية وفيات تم استرجاع هذه الجثث من الدوحة إلى النيبال دونما يسجل للعمال، طبعا دونما يسجل سبب هذه الوفاة ودونما يعطون حتى تعويض أو حتى آخر راتب لعائلة المتوفي أو المقتول والمنتهك حقوقه. طيب فيما يتعلق ب يعني مسألة تمويل الإرهابيين والتستر على بعض الإرهابيين بعينهم المطلوبين والمصنفين على درجة خطيرة حول العالم سيد أمجد، وهو ما ذكرته منذ قليل، هل تجدي النداءات الأوروبية مثل النداء الفرنسي الأخير من قبل عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي للتحقيق مع قطر في هذا الأمر؟ هل تجدي هذه النداءات في شيء؟ طبعا هنالك نداءات وهنالك تحركات، ولكن هذه التحركات تأتي بشكل تدريجي ومنظم بشكل ذكي جدا ودقيق، يعتمد تماما على المعلومات والوثائق التي تؤيد دعم قطر للإرهاب بشكل كامل. لا ننسى اليوم عدد من الميليشيات الإرهابية اللي شاركت بقتل واختطاف عدد من الأوروبيين ومن عندهم أعضاء في جبهة النصر سابقا وجماعة الحوثيين
وجماعة المتطرفين في غزة. هؤلاء اليوم يمكثون ولديهم رواتب، وبعضهم يعملون في البنوك والداخلية القطرية. إذا عملية ما يفعله هذا النظام القطري، يعمل عملية مكياج لهؤلاء الإرهابيين ليبدو وكأنهم مدنيين. ولن نستغرب يوما ما إن خرج لنا أحد قيادات داعش بصفة ناشط في حقوق الإنسان على قناة الجزيرة وإعلام قطر. طيب، على ذكر القنوات والمنصات الإعلامية التي تستخدمها قطر، هل ربما ضيفي السابق سيادة اللواء محمود منصور تحدث عن أن هذه القنوات يتم بثها بالطبع بإدارات غير قطرية من دول أخرى وليس فقط قطر؟ هل ربما إذا حدث تعارض في المصالح في يوم من الأيام تتأثر هذه المنصات المتواجدة في دول أخرى مثل بريطانيا على سبيل المثال؟ أولا دعينا نذكر، كل من يعمل للإعلام القطري هو مواطن للأيجار. هؤلاء مواطنون للأيجار. من هؤلاء؟ هؤلاء يعملون من أجل المال لا أكثر، يعملون من أجل تجار الأزمات. لا يستطيع أن يعيش إلا على أزمة، ما يهم وين تكون هذه الأزمة، إن شاء الله تكون في مصر، تكون في بوركينا فاسو، أهم شيء في أزمة. من الأزمات هذول يستثمرون الخبر العاجل السيء. Good news is bad news. عندهم الخبر الزين أو الخبر الطيب، خبر شين وخبر سيء جدا بالنسبة لهم. هؤلاء يتعاشون على هذه الطريقة في الحياة. والنظام القطري مجرد نعتبره كما يقول المصريين دفتر شيكات لا أكثر، يعني يدفع لهؤلاء، والدفتر الشيكات إما ينتهي أو تنتهي صلاحيته. إذا أشكرك شكرا جزيلا ضيفي أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لأبحاث الشرق الأوسط.